صباح الخير. قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري، وده من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا شاذ. صباح الخير عليك يا هدير، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. 23 إبريل النهاردة بيوافق اليوم العالمي للكتاب، وده اليوم اللي خصصته منظمة اليونسكو عشان تكرم المؤلفين والكتاب من جميع أنحاء العالم على جهودهم في نشر العلم والثقافة والمعرفة، وتشجيع الجميع وخصوصا الشباب عشان يكتشفوا متعة القراءة في حياتهم يا هدير. صحيح يا شاذلي، ويمكن نسبة كبيرة من الشباب في العالم مش عارفين أهمية القراية في حياتنا. الحقيقة أنه القراية بتساعدنا طول الوقت على أننا نوسع عقولنا، وبتدينا أفكار وخبرات جديدة نقدر نطبقها في حياتنا الشخصية والعملية والاجتماعية. وبمناسبة بقى كده هدير، أن النهاردة اليوم العالمي للكتاب، عايز أقول لكم أنه في دراسات علمية أثبتت أن القراية بتخلي العقول شابة وصحية. يعني مثلا دراسة من الدراسات العلمية قالت أن القراية الكتير طبعا بتساعد الإنسان أن يكون عنده وقاية من كتير من الأمراض، وخاصة الزهايمر هذه. صحيح، وكمان مش بس كده، القراية كمان بتعلمك مفردات جديدة، وبتستوعب من خلالها مفاهيم أجدد، وبتمرن دماغك طول الوقت على التركيز وعلى الإبداع. وهنا الحقيقة كل ما كان عندك شغف بالقراية كل ما هيكون فيه أفكار أكتر هتقدر إنك تنفذها بمنتهى السلاسة والسهولة خلال مشوارك المهني والعملي كمان في حياتك. علشان كده شاعرنا العظيم أحمد شوقي قال: أنا من بدل بالكتب الصحابة لم أجد لي وافيا إلا الكتاب. بكل تأكيد القراية والاطلاع في حياة الإنسان بشكل عام هدير هيقدر يصنع جيل واعي، جيل قادر على الابتكار والإبداع، قادر إنه يفكر، قادر إنه يطور من نفسه. وده يخلينا نكثف نشاطنا كأسرة بقى في البيت، ونعلم أولادنا وأطفالنا أهمية القراية والاطلاع، نبتدي واحدة واحدة كده مع أولادنا. صحيح، وده لازم يبتدي من جوه البيوت. مسألة الاهتمام بالقراية واحدة من أهم الأنشطة اللي ممكن يعني كأم تشجعي بيها أطفالك وتقضوا وقت مع بعض في مسألة القراية، لأنه ده هيخلي الموضوع يدخل في دائرة اهتماماتهم، إنهم يلاقوا إن الكلام ده بيتعمل جوه البيت والأم نفسها بتعمله والأب بيعمله، لكن مش كل واحد ماسك تليفونه وقاعد على السوشيال ميديا، أو مثلا هم كمان بيبقوا ماسكين التليفونات يلعبوا جيمز. لا، مسألة الكتاب أكيد هتكون نافعة ليهم في مستقبلهم وفي توسيع مداركهم بالتأكيد أكتر كتير من مسألة اللعب والسوشيال ميديا. اللعب مهم، وإن هم يتبسطوا ويقضوا وقت كمان مهم يمتعهم، لكن كمان لازم نعلمهم إن القراية نفسها متعة، القراية نفسها ممكن ترفه عن نفسك من خلال الكتاب. كل تأكيد، وده كمان اللي هيساعده هدير إنه يبني شخصيته، إنه يكون شخص ناجح واستثنائي في المجتمع اللي عايش فيه. الكتاب تكلفته بسيطة، يعني الكتب في متناول الجميع وتكلفتها بسيطة. إيه المشكلة لو خصصنا وقت بقى كآباء وأمهات في اليوم للقراية؟ نقفل كده كلنا تليفوناتنا هدير، ونقول خلاص احنا هنقفل التليفونات ونخصص وقت للقرايه، ونقول لهم جه وقت القرايه. صحيح، لان هم لازم يشوفونا بنعمل كده، مش بس بنقول لهم اقروا او قريتوا ايه النهارده. صباح على حضراتكم في كل مكان، صباح الخير يا مصر. قبل ما نبدا اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهارده، نصبح على دينا وطمنا على حاله الطقس وكمان اسعار العملات والذهب. صباح الخير عليك يا دينا. صباح الخير محمد، صباح الخير يا هدير، صباح الخير على كل مصريين في كل مكان. عندنا النهارده طبعا بعض الاخبار، بس كمان في ارتفاع طفيف في درجات الحراره، مع ان احنا امبارح كنا حاسين ببروده الجو، كانت بليل شديده جدا جدا امبارح، من اكتر الايام يمكن خلال الاسبوع اللي فات. تعالوا بس نطمنكم على حاله برضو اسعار صرف العملات الرسميه النهارده، وهنبدا معاكم من الدولار الامريكي وسعر البيع وسعر الشراء. هنبدا طبعا من سعر البيع 18 جنيه 59 قرش و 18 جنيه 51 قرش للشراء، اليورو 20 جنيه و26 قرش للبيع، و
20 جنيه و16 قرش للشراء، الجنيه الاسترليني 24 جنيه و28 قرش للبيع و24 جنيه و16 قرش للشراء، الفرنك السويسري 19 جنيه 62 قرش للبيع و19 جنيه و52 قرش للشراء، اليوان الصيني سعر البيع 2 جنيه 88 قرش و2 جنيه 87 قرش للشراء، ريال سعودي 4 جنيه 95 قرش للبيع و4 جنيه 93 قرش للشراء، دينار كويتي 60 جنيه 96 قرش للبيع و60 جنيه و60 قرش للشراء، درهم إماراتي 5 جنيهات و6 قروش للبيع و5 جنيهات و3 قروش للشراء. هنروح معاكم لأسعار الذهب النهارده، وهنبدأ معاكم من سعر سوق العيار 18 سعره 926 جنيه، عيار 21 1080 جنيه، عيار 24 1234 جنيه، ووصل الجنيه الذهب ل 8640 جنيه. وبالنسبة طبعا لأحوال الجو النهاردة، في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة في ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، الجو هيكون حر على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وفي النهاردة نشاط رياح على أغلب الأنحاء هتمتد للقاهرة الكبرى. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 31، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 37، وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح 23 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية. نبدأ مع حضراتكم حلقتنا النهاردة وأولى أخبارنا. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد امبارح أعمال التطوير على امتداد طريق القاهرة السويس، وبما في ذلك الكباري اللي تم إنشائها على الطريق لربطه مع العديد من المحاور العرضية الرئيسية، بدءا من الطريق الدائري الجاري تطويره حاليا، وأيضا الطريق الدائري الأوسطي اللي بيربط مناطق شرق وغرب القاهرة الكبرى، والطريق الدائري الإقليمي اللي بيربط محافظات الوجه الإبلي بمحافظات الوجه البحري. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال التطوير على امتداد طريق القاهرة السويس، بما في ذلك الكباري التي تم إنشاؤها على الطريق لربطه مع العديد من المحاور العرضية الرئيسية، بدءا من الطريق الدائري الجاري تطويره حاليا والطريق الدائري الأوسطي. سيادتك يا فندم، مشرفنا في واحد من أهم الشرايين المرورية الرئيسية بالدولة، واللي بتربط مناطق الشرق بباقي مناطق الجمهورية عن طريق مجموعة من المحاور الرئيسية العرضية اللي سيادتك أمرت بإنشائها وتطويرها، بدءا يا فندم من الطريق الدائري والجاري أعمال تطويره وتوسعته لتسهيل الحركة على المواطنين، ثم يا فندم الطريق الدائري الأوسطي واللي سيادتك بيربط كافة المناطق داخل إقليم القاهرة الكبرى، ثم يا فندم الطريق الدائري الإقليمي اللي بيربط مناطق الوجه البحري بمناطق الوجه القبلي، وبعد كده يا فندم محور وصلة أم عمر اللي سيادتك شرفتنا عليه من 3 شهور تقريبا، واللي بيبدأ يا فندم من تقاطعه مع طريق الإسماعيلية الزراعي، ثم الإسماعيلية الصحراوي، ثم مرورا بوصلة طريق جنيفا، ثم طريق القاهرة السويس الصحراوي، ثم طريق القاهرة العين السخنة، والربط على طريق المحاجر. كنت سيادتك أمرت يا فندم إن احنا نحرر الحركة المرورية على هذا المحور، وده تم بالفعل يا فندم عن طريق إنشاء كوبري تقاطع طريق القاهرة السويس مع محور أم عمر لساتك مشرفنا عليه، واللي تم نحو أعماله بنسبة 100%. ثم بعد كده يا فندم طريق القاهرة السويس بيتقاطع مع محور 30 يونيو، واللي بيبدأ يا فندم بيربط مناطق الساحل الشمالي بدءا من محافظة بورسعيد ومرورا بمحافظة الإسماعيلية، ثم طريق القاهرة فايد، ثم يا فندم طريق الإسماعيلية الصحراوي وطريق القاهرة السويس، ووصولا لطريق السخنة يا فندم ومنه إلى طريق الجلالة حتى طريق الزعفرانة والربط على مناطق الصعيد. المحاور العرضية دي كلها يا فندم مربوطة بشبه جزيرة سيناء عن طريق مجموعة من الأنشاء اللي سيادتك أمرت بإنشائها وتطويرها. كذلك يا فندم ترجع أهمية طريق السويس في زيادة حجم التدفق التجاري والسياحي وزيادة حجم الاستثمارات، نظرا أن شبكة تطوير شبكة الطرق يا فندم هو المعيار الرئيسي في التنمية المستدامة اللي سيادتك دايما متأكد عليها. برضه يا فندم يعتبر طريق السويس هو محور الوصل الرئيسي لعديد من الموانئ المطلة على البحر الأحمر، بدءا من ميناء السويس، ميناء الأدبية، ميناء العين السخنة، وميناء شرم. لو اتكلمنا يا فندم عن وصف المشروع، مشروع إنشاء طريق القاهرة السويس يا فندم بإجمالي طول 109 كيلو متر، بيبدأ يا فندم تقاطعه مع طريق النصر وحتى تقاطعه مع الطريق الدائري، ده المرحلة الأولى يا فندم، بطول 7 كيلو متر،
المرحلة الثانية يا فندم تبدأ من تقاطع الطريق الدائري وحتى تقاطع الطريق الدائري الإقليمي بطول 46 كيلو متر. المرحلة الثالثة يا فندم بتبدأ من تقاطع الطريق الدائري الإقليمي وحتى تقاطع وصلة نفق الشهيد أحمد حمدي. لا احنا خلصنا ده كله. اتفضل يا مش كده خلصناه. تمام يا فندم. عدا الجزء الاسمنتي، يعني انت عملت الطريق الرئيسي لكن الخدمه لسه شغالين. تمام مش كده؟ تمام يا فندم. احنا هنخلص امتى؟ بالنسبه للطريق الرئيسي يا فندم ان شاء الله احنا هنخلص ده والاعمال السطحيه بالكامل باذن الله لنهايه الاسبوع الجاي، وهيبقى جاهز للافتتاح ان شاء الله قبل العيد. بالنسبه يا فندم للطريق الخدمه ان شاء الله الاتجاه القادم من القاهره في اتجاه السويس باذن الله 30 يونيو 30/6، الاتجاه القادم السويس فندم في اتجاه القاهره خلال شهر اغسطس، يعني شهر 8 باذن الله يا فندم. طيب انا هقول لك طالع عندك دلوقتي. تمام. بس ان انت عامل حاجتين للوصله اللي جايه من المؤامره. من المؤامره. تمام. لا مش هينفع خليها حضرتك كده يعني. اوامر الشيخ السوري يساعدك يعني. حاضر يا فندم. طيب اتفضل. الطريق قبل التطوير كان عباره عن 3 حاره مروريه لكل اتجاه للطريق الرئيسي وجزيره وسطى، واتنين حاره مروريه رصف اسفلتي. تمام سيادتك. ونظرا يا فندم للاحمال المروريه المتوقعه لصالح حركه النقل البضائع اللي هي مستخدمه في حركه التجاره الداخليه بين المحافظات بالظبط يا فندم، او حركه التجاره الخارجيه اللي بتبقى موديه للمواني يا فندم، لقينا ان احنا لازم نزود سيادتك لرصف الخرساني، يتحول الطريق من رصف اسفلتي لرصف خرساني وزياده عدد الحارات بتاعته لثلاثه حاره مروريه، وان هو يتحمل يا فندم بدل ما كان متحمل قبل التطوير 60 طن بقى بيتحمل 160 طن. ونفس الكلام للي جاي بالظبط رايح جاي حاجه كده بالظبط بالظبط. قابلنا سيادتك مجموعه من العوائق اثناء تنفيذ الاعمال، من ضمنها يا فندم ابراج ضغط عالي كانت متعارضه معانا في المسار، وتم التنسيق مع وزاره الكهرباء يا فندم للقيام باعمال مناوره لفصل التيار الكهربائي بدون التاثير على شبكه الكهرباء اثناء تنفيذ الاعمال بتاعتنا، وفي نفس الوقت البدء في زراعه اعمده كهرباء جديده خارج حدود التطوير. اللي ان شاء الله يا فندم برضه الطريق ده يا فندم بعد لهو هيساهم في تقليل الزحام المروري وتسهيل الحركه على المواطنين، مما يؤدي لتوفير الطاقه وتقليل الانبعاثات الضاره بالبيئه. انت برضه دايما السؤال اللي بساله للزملاء واحنا اتفضل اقول لهم يا جماعه هل انتم شايفين بعد خدمتكم هنا شغلك يعني تمام الكام شهر دول في حاجه ممكن نعملها بدل ما نعمل اعاده تمركز ثانيه او عده؟ ان شاء الله فندم في الوقت الحالي احنا الحمد لله مغطيين ربط جميع المحاور الطوليه بالعرضيه مفيش مشكله. ان شاء الله فندم العاصمه الاداريه بصفه الطريق السويس يعتبر المدخل الشمالي الرئيسي ليها، احنا دلوقتي ان شاء الله بنخلص المرحله الاولى في العاصمه الاداريه، بمجرد يا فندم بدء اعمال المرحله الثانيه هنبدا يا فندم ان شاء الله ندرس ونعرض على سيادتك امكانيه ربط المحاور العاصمه الاداريه بالمحاور الطريق السويس بالمحاور العرضيه. بالمناسبه اتفضل. وانا جاي بقى شفت المطار بتاع العاصمه. تمام سيادتك. فانا قلت بصوا عليه كويس وازاي نخليه ليه مدخل من عن طريق السويس، واذا كان محتاج ان احنا نعمل له لاند سكيب كويس. تمام سيادتك. فاضل ندرسوه وتجهزوا له التخطيط وخليه. تمام يا فندم. برضه فندم بعد سيادتك احنا الطريق السويس الوصله دي من الاقليم لحد وصله نفق الشهيد احمد حمدي كان فيها مشكله جامده جدا بتحصل في وقت الشتاء في السيول والامطار، فتم دراسه السيول لاعمال الحمايه من مخاطر السيول دراسه دقيقه عن طريق مكاتب الشرعيه، تم تحديدها من مكتب الشرعيه الهندسيه للقوات المسلحه، ونفذنا يا فندم عدد 16 بلبق صندوقي لاستيعاب كافه المياه المتوقعه تعدي تحت الطريق لمسافه لمده 58 سنه لقدام ان شاء الله باذن الله. اعمال ضبط الجوده للطرق يا فندم بتتم طبقا لمعايير جوده عالميه ومواصفات الهيئه العامه للطرق والكباري والكود المصري. هنا في المشروع يا فندم نفذنا او مخطط تنفيذ 4600 اختبار معملي للطرق، اتنفذ منهم لحد دلوقتي 3700 وجاري تنفيذ الباقي يا فندم ان شاء الله. ودي بعض وثائق الجوده ضبط الجوده الموجوده. شكرا. كمان امبارح كان في اخبار مهمه، منها استعراض الحكومه لنشاطها الاسبوعي في انفوجراف، وكمان فيها حذف اجزاء من مقررات الثانويه العامه للعام الدراسي الحالي، والسكه الحديد قررت تدفع بقطارات اضافيه للعيد بخطوط ابلي في نص الاسبوع اللي جاي. مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها إن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر تقرير شمل مجموعة إنفوغرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء في الفترة من 16 ولحد 22 إبريل 2022. الإنفوغرافات تضمنت الموافقة على عدد من القرارات والاجتماعات واللقاءات اللي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة للأنشطة اللي قام بيها.
كمان أكدت الحكومة أنه مفيش أي قرارات صدرت بخصوص حذف أي أجزاء من مقررات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، وأن المقررات الدراسية زي ما هي بدون حذف أو إلغاء، وشددت على التزام المدارس في كل محافظات الجمهورية بتطبيق الخريطة الزمنية وفقاً لخطة توزيع شرح المناهج الدراسية المقررة على الثانوية العامة. ونجدت الطلاب وأولياء الأمور بأنهم ما يمشوش وراء الأخبار المغلوطة وياخدوا كل معلوماتهم من مصادرها الرسمية. هيئة السكة الحديد قررت الدفع بالقطارات الإضافية اللي هتشتغل خلال فترة عيد الفطر مع القطارات المجدولة بجداول التشغيل اليومية الطبيعية في نص الأسبوع الجاي. وضحت هيئة السكة الحديد إن الحجز متاح على القطارات الإضافية قبل ميعاد السفر ب24 ساعة، بس على عكس القطارات المجدولة اللي متاح حجزها قبل السفر ب14 يوم، وبيتم حجز 4 تذاكر لكل راكب بموجب الرقم القومي، وهيتم بدء الحجز على كل القطارات المكيفة كل يوم الساعة 7 الصبح. وفي المحافظات امبارح كان في مجموعة من الأخبار الهامة، منها إنشاء 30 مكتبة ب30 مجلس قروي في مراكز حياة كريمة في محافظة سوهاج والغربية، وكمان أيضا في محافظة الغربية سجلنا 0 إصابات كورونا، ومحافظ أسوان شكل لجنة عليا لتقييم أداء الجمعيات في دعم الأسر الأكثر احتياجا، وأخبار تانية كتير من محافظات مختلفة نتابعها من خلال التقرير. مجموعة من الأخبار حصلت في محافظات مصر امبارح، منها محافظة سوهاج اللي بدأت في إنشاء 30 مكتبة في 30 مجلس قروي في 7 مراكز مستهدفة من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، وبالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب لخدمة القرى وتوابعها. في محافظة الغربية مستشفيات المحافظة سجلت 0 إصابات كورونا من بداية الجائحة، وتسجيل 0 إصابات بيعني انحسار المرض خلال الفترة اللي جاية. في أسوان تم إصدار قرار بتشكيل لجنة عليا لشؤون المجتمع والتنمية المجتمعية لتقييم أداء الجمعيات في دعم الأسر الأكثر احتياجاً، وده في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتبار عام 2022 عام للمجتمع المدني. في بورسعيد صدرت تعليمات بتخصيص 500 جنيه للمنقذ على شاطئ المحافظة، وده بداية من يوم شم النسيم لحد ما عيد الفطر يخلص، وتم رفع المقابل للمنقذ خلال الأيام دي نظراً لارتفاع الكثافة على الشاطئ والإقبال من المحافظات على بورسعيد. الدكتور عصام يحيى مدير عام مديرية الطب البيطري ببني سويف قال إن إجمالي اللي تم تحصينه من الثروة الحيوانية وصل ل 100,312 رأس بواقع 89,130 من البقر و 9,652 من الجاموس و 1,530 من الغنم والمعز، وبتتواصل أعمال التحصين وفقاً للجدول المحدد لتغطية المستهدف في كل قرى مراكز بني سويف من خلال أكثر من 80 لجنة في الوحدات البيطرية على مستوى مراكز المحافظة. الطالبة هاجر فايد بكلية التمريض بجامعة طنطا حصلت على المركز الأول في الشعر العامي على مستوى الجامعات المصرية ضمن فعاليات مهرجان إبداع في نسخته رقم 10، واللي بتنظمه وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجامعات المصرية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي في 3 مجالات، هي المجالات الأدبية والمجال الفني والمجالات العلمية والاجتماعية. في محافظة الإسكندرية أكد اللواء محمد الشريف المحافظ إن جميع الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية في المحافظة شغالة بكل جهد للحد من غلاء الأسعار ومحاربة الاحتكار، مع إتاحة السلع بأسعار مناسبة في منافذ البيع تحت إشراف المديريات الخدمية في المحافظة. وأعلن المحافظ أنه تم إضافة 13 منفذ جديد لبيع السلع زي اللحوم والدواجن والسلع الغذائية للمواطنين تحت إشراف مديرية الزراعة. اللواء إيهاب رشاد رئيس مدينة الشلاتين جنوب البحر الأحمر أعلن وصول السيارات الخاصة بتوزيع مواد غذائية لأهالي المدينة وقراها ضمن مبادرة قوافل الخير اللي بتستهدف تقديم المساعدات للمواطنين وقاطين الوديان من الأسر الأولى بالرعاية، وتم توزيع 4,000 كرتونة مواد غذائية. بعد ما شفنا الأحداث اللي حصلت امبارح، تعالوا نتابع الأخبار اللي هتحصل النهارده، واللي منها محمود دهامي هيحيي حفل في قصر الأمير طاز، وكمان هيكون في ندوات ثقافية عن بطولات رمضان هتعقد في مركز طلعت حرب الثقافي، ولقاءات قوية في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وخمس مباريات قوية جدا في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.
وبالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، هيستضيف قصر الأمير طاز في حي الخليفة الشيخ محمود التهامي وفرقته، وهيقدم التهامي مجموعة من إبداعاته زي رسمتك يا حبيب ويا رفاق الصبر وصعيدة يا رسول الله. وفي مركز إبداع قبة الغوري بمنطقة الأزهر هيكون الجمهور على ميعاد مع عروض التنورة التراثية، وهتقدم الفرقة عروضها بمصاحبة الآلات الموسيقية الشعبية. كمان هيستقبل بيت السحيمي في شارع المعز فرقة الموسيقى العربية شعبة الإنشاد الديني، اللي هتقدم مجموعة متنوعة من الأغاني لكبار الملحنين والمنشدين. لعشاق الكرة الإفريقية تحديداً دوري أبطال إفريقيا، النهاردة هتكون في مواجهة حماسية الساعة 6 بالليل ما بين فريق سان داونز الجنوب إفريقي وفريق بيترو أتلتيكو الأنغولي. كمان فريق الوداد المغربي هيواجه شباب لوزداد الجزائري في إطار لقاءات العودة للدور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. لعشاق الدوري الإنجليزي هيكون معادهم النهاردة مع مواجهات حماسية كبيرة، فريق مانشستر يونايتد هيواجه أرسنال الساعة 1:30 الظهر، وليستر سيتي مع أستون فيلا الساعة 4 العصر، وفي نفس التوقيت هيقابل مانشستر سيتي واتفورد، ونوريتش مع نيوكاسل يونايتد، والساعة 6:30 بالليل فريق توتنهام هيواجه برنتفورد. وزارة الداخلية استكملت امبارح فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع الغذائية للجمهور بأسعار مخفضة بنسبة 60%، ده غير انه تم تحريك سيارات محملة بالأغذية في الميادين. خلينا نتابع تفاصيل اكثر عن هذا الموضوع من خلال العرض التالي. كل اللي يحب بلد وبلد بتحبه كده، عايش اللي يخلي الناس تفرح بالشكل ده. حتى نهاية شهر رمضان المبارك تستمر فعاليات مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية، التي أطلقت وزارة الداخلية مرحلتها 22 منذ أكثر من شهر، لتوفير كافة احتياجات البيت المصري من سلع استراتيجية غذائية وغير غذائية بتخفيضات تصل نسبتها إلى 60%، تخفيفا عن كاهل المواطنين ومساندتهم في تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم بأقل تكلفة ممكنة. بعد المبادرة عدد العاملين أو عدد العملاء عندنا زادوا بطريقة كويسة جدا، الناس بقت فيها عندها إقبال أحسن من الأول، بقى عندهم اطمئنان من ناحية الأسعار. توفير بتاع البضاعة نفسه سواء من المنتجين أو من الشركات الموزعة خلى العميل مطمن الحاجة موجودة باستمرار وسعرها مناسب ليه في كل وقت، فبينزل بيشتري احتياجاته في أي وقت. فرح بلدنا كمان شهدت هذه المرحلة منذ إطلاقها مشاركة واسعة من كبرى السلاسل التجارية، حيث تتوفر السلع في 993 فرعاً لهذه السلاسل منتشرة على مستوى الجمهورية بجودة عالية وبالتخفيضات المعلن عنها في المبادرة. كما بدأت هذه السلاسل في توفير السلع التي ترتبط بعيد الفطر المبارك مع مد فترة المبادرة. قدمنا للمواطن بالنسبة لمناسبة عيد الفطر المبارك كل احتياجاته من لحوم ومن ملابس ومن سلع غذائية ومن كحك ومن بسكويت، كل احتياجات المواطن المصري اللي دخلت عيد الفطر قدمناها له بتخفيضات تصل ل 60%. انا جيت النهارده اجيب طلبات بيتي، لقيت مبادره كلنا واحد. طبعا المبادره دي موفره لناس كتير حاجات كتيره قوي واسعارها كويسه، ووفرت للناس عيشه كريمه في ايام شهر مفترق في ايام كلها خير، فربنا يا رب يديمها، يا ريت تستمر. بصراحه احنا بنشكره ان هو حس باللي احنا فيه بالموقف اللي احنا فيه دوت، فطبيعي لازم نشكر الرئيس على الخدمات اللي بيعملها لنا وبيقدمها لنا. مديريات الأمن بالتنسيق مع كبار التجار والموردين وأصحاب السلاسل التجارية بنطاقها قامت بطرح كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية من خلال السلاسل التجارية والشوادر وقوافل السيارات، وشهدت إقبالا كبيرا من المواطنين على الشراء في ظل التخفيضات الكبيرة في الأسعار. امتدت المبادرة بتخفيضاتها إلى الميادين الرئيسية بالمحافظات من خلال قوافل من السيارات وجهت إليها محملة بكافة أنواع السلع الاستراتيجية، لكي يستطيع المواطنون الاستفادة من تلك التخفيضات في تلبية احتياجاتهم اليومية. بالنسبة للقوافل في إقبال شديد من المواطنين، الأسعار مخفضة بنسبة كبيرة، فإحنا بنبقى يعني سعداء إن المستهلك بيقبل على القوافل لأن معانا أسعار مخفضة بأسعار كبيرة جداً بخصومات كبيرة. مبادرة جميلة جداً وإحنا بنشكر الرئيس، وياريت المبادرة دي تستمر يعني. والله دي فكت أزمة علينا، والعربيات دي فكت أزمة كويسة جداً وبجيب حاجات رخيصة أوي. أنا بشكر كل القائمين على هذا المشروع،
المشروع ده مشروع ممتاز جدا، يا ريت يستمر، يا ريت يستمر، وخاصة انه بيقف في ميادين حلوة. ما بين وفرة في المعروض من السلع وتخفيضات الأسعار والمشاركة الواسعة من السلاسل التجارية والكيانات الصناعية في مبادرة كلنا واحد، يتحقق ما تسعى إليه وزارة الداخلية من خلال هذه المبادرة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، لتظل هي المبادرة الاجتماعية الأهم التي تتجدد لتحقق هذا الهدف. ده الحب ده مش بالسهل، بس انت فعلا تستاهل، انت فعلا تستاهل، تستاهل كل خير. استمرارية مبادرة كلنا واحد حتى نهاية شهر رمضان المبارك بهذا الحجم الكبير من المعروض من السلع المختلفة وبتلك التخفيضات الكبيرة يؤكد على المصداقية التي حققتها المبادرة منذ أطلقتها وزارة الداخلية في مرحلتها 22 بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين. عبدالله بركات، التلفزيون المصري. دلوقتي مشاهدينا هنروح لفاصل سريع ونرجع من بعد نكمل باقي فقراتنا. اهلا بحضراتكم مره تانية بعد الفاصل. دلوقتي هنروح لدينا عشان تطمننا اكتر على حاله الطقس ودرجات الحراره المتوقعه النهارده. اتفضلي دينا. بشكرك فعلا يا محمد. دلوقتي يعني هنكون معاكم في نشره جويه بالتفصيل، وهيئه الارصاد بتتوقع النهارده في ارتفاع طفيف في درجات الحراره. الطقس هيكون حار على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشماليه وشديد الحراره على جنوب الصعيد، مائل البرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، هيكون لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. خلونا نتعرف أكتر على تفاصيل من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، أهلا بك. الجو امبارح كان تلج فعلا بالليل يعني، والنهارده حاسين ان في ارتفاع النهارده مفروض طفيف في درجات الحراره. عايزين حضرتك تطمنينا عن احوال الجو، وخصوصا ان في ناس بتوقع ان في موجه حر مفروض هتبدا، عايزين نعرف هتبدا امتى. بالفعل يمكن احنا بدانا من الامس خلال فتره النهار ارتفاع طفيف في درجات الحراره. بالامس سجلت العظمى على القاهره الكبرى 29 درجه مئويه. اليوم متوقع ان درجات الحراره ترتفع عن الامس بحوالي درجتين، وتكون العظمى على القاهره الكبرى 31 درجه مئويه. معظم الكتل الهوائيه اللي بتاثر علينا هي كتل هوائيه جنوبيه الشرقيه قادمه من صحراء شبه الجزيره العربيه، فبتؤدي لارتفاع طفيف في درجات الحراره خلال فترات النهار. وبالفعل احساسنا بالطقس خلال فترة النهار ومع سطوع أشعة الشمس هيكون طقس حار على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، حتى محافظات شمال الصعيد. بيكون معتدل الحرارة على محافظات السواحل الشمالية للبلاد، هيظل شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد. ده طبعا خلال فترات النهار. نقدر نقول ان درجات الحرارة بتكون حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، لكن مع دخول فترات الليل وغياب أشعة الشمس ما زالت الكتل الهوائية قادمة من على الصحراء، نسب الرطوبة فيها منخفضة، بالإضافة كمان إن خلال فترة الليل بنبدأ نشعر بنشاط للرياح. نشاط الرياح ده دايما بيزود احساسنا بانخفاض درجات الحراره. صحيح. وجفاف الكتل الهوائيه بيزود احساسنا بانخفاض درجات الحراره. طقس خلال فتره الليل هيظل اجواء مائله للبروده على اغلب المناطق اللي موجوده في شمال البلاد حتى شمال الصعيد والقاهره الكبرى، خاصه كمان في الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر بنحس اكتر ببروده الطقس. طبعا بيكون لطيف على المناطق اللي موجودة في جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده طبعا خلال فترات الليل زي ما بنقول. كمان زي ما بنقول في نشاط للرياح، نشاط الرياح ده دايما بيبدأ بعد فترة الظهيرة مع دخول ساعات المساء وبيستمر معنا فترة الليل. نشاط الرياح سرعاتهم بتكون ما بين 30 و40 كيلومتر في الساعة، فده بيزود احساسنا اكتر بتلطيف الاجواء والاجواء الربيعية خلال فترات الليل. ومتوقع استمرار يعني هذه الاجواء على مدار هذا الاسبوع ان شاء الله. متوسط درجات الحراره خلال هذا الاسبوع هتكون ما بين ال 31 وال 30 درجه مئويه، يعني الاجواء دي هتستمر معنا على مدار الاسبوع ان شاء الله، مش هيكون في ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره. وده غريب للوقت ده من السنه، لان احنا يعني بعد غد هو شم النسيم، وده الوقت اللي متعارف عليه المصريين كلهم ان بنبدا نرتدي الملابس الصيفيه، وبيكون في ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره في الوقت ده، يعني بتعدي ال 35 فيما فوق. فان احنا يبقى في الوقت ده 31 درجة ده طبعا غير متوقع في الفترة دي.
لا، يمكن درجات الحرارة خلال فترة النهار حول المعدلات دي، المعدلات الطبيعية اللي احنا متعودين عليها، لكن نسب الرطوبة في الكتل الهوائية لسه منخفضة. احنا دايما عارفين ان نسب الرطوبة هي اللي بتحسسنا بحرارة الجو، بارتفاع الحرارة او بتقلل احساسنا بانخفاض درجات الحرارة. فنسب الرطوبة لسه نسب رطوبة منخفضة في الكتل الهوائية، عشان كده احساسنا مش هيكون الارتفاع في درجات الحرارة ملحوظ. عشان كده احنا لسه شويه الملابس الصيفيه مستنيين عليها على مدار هذا الاسبوع، يمكن خلال فترات النهار ما فيش مشكله خالص في الملابس الصيفيه، لكن فترات الليل اللي دايما بناكد عليها ما زالت درجات الحراره يعني نقدر نقول 17 درجه مئويه اجواء مائله لحد ما، يمكن كمان يمكن كمان مع نهايات الاسبوع هتوصل ل 15 درجه مئويه. فلسه خلال فترات الليل نقدر نحافظ على قطعتين ملابس مش ملابس صيفيه. يعني احنا كده طول الاسبوع هنحتفظ بدرجات الحراره ان في معدلات طبيعيه، مفيش موجات حر، علشان نكمل رمضان على خير بإذن الله. بإذن الله. بشكرك شكرا جزيلا الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. خلونا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. هنبدأها من القاهرة والعظمى 31 والصغرى 17، الإسكندرية 26-16، مطروح 23-14، سيوة 28-14، بورسعيد 25-15، دمياط 25-15، الإسماعيلية 31-14، السويس 31-14، العريش 24-15، كاترين 26-8، طابة 30-20، شرم الشيخ 30-20، الغردقة 31-20، الفيوم 31-15، بني سويف 31-16، المنيا 31-14، أسيوط 32-14، سوهاج 32-17، قنا 36-19، الأقصر 36-19، أسوان 37-20، الوادي الجديد 34-16، شلاتين 33-19، وأخيرا حلايب 30-18. طمنا حضراتكم على حالة الجو طبعا، وده بالنسبة لنا ان احنا نحافظ على ارتداء الملابس الثقيلة في ساعات المتأخرة من الليل علشان ما نتعرضش لأدوار البرد. هرجع مرة تانية لمحمد وهدير علشان نكمل معكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دير. طبعا يعني الحلقات العشرة الأخرانيين بتوع مسلسلات رمضان بيكون فيهم أحداث متتابعة، والناس بتكون منتظرة النهايات وبتبتدي تربط الخيوط ببعضها في المسلسلات. فخلينا نروح نشوف إيه اللي حصل في الحلقة 21 من مسلسلات رمضان، واللي كان فيها تفاصيل مهمة هنعرفها من خلال التقرير. أحداث الحلقات 21 من مسلسلات رمضان شهدت أحداث مشوقة. هنبدأ بالحلقة 21 من مسلسل الاختيار اللي بدأت بحملة التوقيعات على استمارة التمرد، وبدأ الناس في الشوارع والقهاوي يسألوا عن تفاصيل التوقيع على الاستمارة والغرض منها، وهل فعلاً هتسحب الثقة من مرسي وجماعته؟ كمان ركزت الحلقة على حوار بين الضابط مروان والشيخ أحمد اللي بيقوم بدوره الفنان منذر ريحانة. الضابط مروان قدم للشيخ أحمد شكره على تسليمه واحد من الإرهابيين اللي موجودين في قريته، فرد الشيخ أحمد عليه وقال له: والله أنا من لما شفتك قلت إنك راجل ما جبتهوش بلادة، شفت في عينيك الصدق وحسن النية. إحنا حربنا واحدة يا شيخ أحمد. أيوة حربنا واحدة، بلدنا هذه واحدة. كمان رصدت الحلقة أحداث العنف اللي شهدتها مدينة الخصوص اللي راح ضحيتها 7 أشخاص واتصاب فيها 21، واللي كانت مفتعلة من عناصر الجماعة الإرهابية. وهنا اجتمع اللواء يسري اللي بيجسد شخصيته الفنان محمد رياض وزكريا يونس، وهم مستغربين من الأحداث اللي حصلت. اعمل تقدير موقف ووضح فيه رؤيتك لحل الأزمة دي، وهعرض على لواء شبراوي. في الحلقة 21 من مسلسل العائدون قدر الضابط عمر يوصل للقناص المعروف عالمياً باسم الصقر، وواجهه قبل تنفيذه عملية الاغتيال خلال تواجده في دولة من الدول الأوروبية ضمن مخطط نشر الفوضى في البلاد ودخول مقاتلين من داعش. عمر لازم نمشي حالاً قبل أمنه يجي، يلا مفيش وقت. كمان بدأت أحداث الحلقة 21 من مسلسل فاتن أمل حربي للنجمة نيلي كريم بكشف الطبيب لنتيجة الأشعة لبنت فاتن، والطبيب قال لميسون صديقة فاتن بأن الكيس سائل نخاعي على المخ مش ورم، أما بالنسبة للتشنجات فدي نتيجة كهرباء زيادة على المخ، وهيعملوا الفحوصات اللازمة علشان يحددوا الأدوية. سلامتك يا روح قلب أبوك. ليه كده يا بنتي؟ عايزة ماما. ما انا جنبك اهو، وانا ما ينفعش يعني؟ يا طنط ميسون، يا يارا، يا ماما. ماما جايه، ماما جايه، ما تخافيش.
بدأت أحداث الحلقة 21 من مسلسل الكبير قوي بمكالمة تليفون حزلقوم لأخوه الكبير بيبلغوا فيها إنه بعت له شنطة هدية فيها دمية غريبة، وهنا بيلعب بيها العترة أو مصطفى غريب وبيحطها في مكان في الأوضة، وفجأة لقاها في حتة تانية. العترة خاف وجري على الكبير وبيقول له إنه خايف من الدمية، فقرر يروح مع الأوضة ويشوف إيه اللي بيحصل. أنت هتنام ليه؟ ما انا ارقص لك. لا احكي لي حدوت. ماليش ياد في الكلام المايس ده. بدات احداث الحلقه 21 من مسلسل مكتوب عليا بزياره مفاجاه من سلمى لبيت اسره جلجل، وهنا حاولوا يخفوا رؤى علشان حملها ما يبانش قدام سلمى. سلمى بتحاول تعرف اسباب تجاهلهم ليها، فبيبلغوها انهم بيحبوها واللي منعهم عنها ظروف معينه. وفي مشهد تاني بيستمر جلجل في رفضه انه يشتغل مع مي اللي بتجسد شخصيتها ساميه طرابلسي، في الوقت اللي بيحاول فيه بدوي يعمل صفقة معها. انت عارف ان الناس بتقطع نفسها عشان تشاركني؟ اديك قلتيها الناس، انا بقى غير كل الناس، وده اللي منرفزني ومستفزني. وزي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم في بداية الحلقة عن اليوم العالمي للكتاب وأهمية دور القراية في حياتنا، خلونا بقى نتعرف أكتر ليه العالم بيحتفل بهذا اليوم كيوم عالمي للكتاب. في اليوم 23 من كل عام تقام احتفالات في أكثر من 100 دولة حول العالم تبرز القوة السحرية للكتب بوصفها حلقة وصل بين الماضي والمستقبل وجسراً يربط بين الأجيال ويعبر عن الثقافات. وفي هذه المناسبة تقوم اليونسكو ومنظمات دولية تمثل القطاعات الثلاث المعنية بصناعة الكتب إضافة إلى الناشرين وباعة الكتب والمكتبات باختيار مدينة كعاصمة عالمية للكتاب كي تحافظ من خلال ما تتخذه من مبادرات على الزخم الذي تنطوي عليه الاحتفالات بهذا اليوم حتى 23 من إبريل العام المقبل. واليوم أصبح اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف منبراً يجمع الملايين من الناس في جميع أركان العالم، وذلك بفضل المشاركة النشطة لجميع الأطراف المعنية، الناشرون والمعلمون وأمناء المكتبات والمؤسسات العامة والخاصة والمنظمات غير الحكومية الإنسانية ووسائل الإعلام، وكل من يتحفز للعمل الجماعي في هذا الاحتفال العالمي بالكتب والمؤلفين. النهاردة ذكرى وفاة الشاويش عطية الفنان الكبير المبدع رياض الأصبجي اللي ارتبط بسلسلة أفلام إسماعيل ياسين لحد ما بقى اسمه الأشهر والراسخ في ذاكرة الملايين وفي ذاكرة السينما المصرية. محطات متعددة في حياة الشاويش عطية هنشوفها مع حضراتكم من خلال التقرير اللي جاي. هو وجه محبب رغم ما يظهر عليه من قسوة، ارتبط بسلسلة أفلام إسماعيل ياسين حتى صار اسمه الأشهر والراسخ في ذاكرة الملايين، الشاويش عطية، أيقونة الكوميديا، رياض الأصبجي الذي تحل ذكرى وفاته اليوم. ولد رياض محمود حسن الأصبجي في 13 من سبتمبر عام 1903 بمدينة جرجا في محافظة سوهاج، ولم يحلم الأصبجي ذات يوم بالشهرة أو بالوقوف أمام الكاميرا، وشأن الكثير من الناس كان يتمنى العمل في وظيفة حكومية يستطيع من خلالها مواجهة ظروف الحياة، وبالفعل التحق بالعمل ككمساري في هيئة السكك الحديدية، وكان يشعر بالرضا عن حاله حتى نصحه أصدقاؤه بالالتحاق بفرق التمثيل. شارك الأصبجي في 179 فيلماً، وكان أول أعماله فيلم اليد السوداء عام 1936، وجاء العمل الثاني والثالث في العام التالي بعد بدايته الفنية بفيلمي سر الدكتور إبراهيم وسلامة في خير عام 1937، ثم التلغراف وبحبح باشا رابع وخامس أفلامه، ثم فيلم الشاويش عطية عام 1938،
انضم لفيلم سلفني 3 جنيه الذي بدأ به بعدما شاهده المخرج توجو مزراحي أثناء تصوير الفيلم، وأسند له مزراحي دوراً صغيراً في العمل بسبب بنيانه القوي، وأدى دوره بمهارة كبيرة، ومن هنا أحب السينما وقرر تطوير إمكانياته التمثيلية، والتحق بالعمل مع العديد من الفرق المسرحية الناجحة في هذه المرحلة مثل فرقة علي الكسار، جورج أبيض، وفرقة إسماعيل ياسين الذي ارتبط اسمه به ومعه كثنائي لم يتكرر في السينما المصرية. قدم عدداً من الأعمال الفنية أشهرها إسماعيل ياسين في البوليس، مغامرات إسماعيل ياسين، الآنسة حنفي، وإسماعيل ياسين بوليس سري. في أسوان بدأ موسم حصاد القمح بشكل مبكر طبعا نظرا لارتفاع درجة الحرارة، عشان كده تم توريد لحد دلوقتي 166 ألف طن من القمح في ظل انتظام عملية التوريد وعدم وجود أي معوقات. تعالوا دلوقتي نتابع ردود فعل المزارعين على تسهيلات وتوفير كل مستلزمات الزراعة والدعم اللي بيقدم للمزارعين لزيادة الإنتاجية من محصول القمح. قاعد في اسكندرية وكنت شغلي مشرف هندسة اشتباط بعيد عن مجال الزراعة خالص، فلما جيت وعرفت ان الرئيس السيسي هنا فتح مشاريع للشباب وللخريجين، جيت وقلت ان انا اخدت قطعة ارض 6 فدادين ببيتهم، صلحت منهم 3، وزي ما حضرتكم شايفين جيت ربنا اكرمني زرعت فدان ونص قمح وفدان ونص حجازي عشان خاطر برضو ايه مشروع مواشي هطور فيه ان شاء الرحمن. والحمد لله رب العالمين زرعت في الموسم ومع الإرشادات الزراعية فضلت ماشي معهم. أنا ما كنتش أعرف أي حاجة عن الزراعة، فالإرشاد الزراعي هنا علمنا كل حاجة وعلمنا إزاي نعمل تحليل بيئي للزراعة وإزاي نشوف المناخ وإزاي نشوف الدنيا وإزاي نشوف الأرض لو محتاجة مية أو محتاجة كماوي، كل ده تعلمناه طبعا بفضل توجيهات الرئيس السيسي. الإنتاجية إن شاء الله بإذن الله خير بعد الدراسة، إن شاء الله بإذن الله ربنا يكرمنا ويرد تعبنا إن شاء الله، وإن شاء الله بإذن الله هنورد جمحنا للحكومة إن شاء الله. أنا مواطن من قرية الأشراف وادي الصعيدة، مستلم مساحة 12 فدان، زارع مني 4 فدن قمح، وزارع فدانين برسيم، وزارع فدان منجع. فبفضل القيادة السياسية يعني السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفر لنا الأسمدة في الجمعيات الزراعية، وموفر لنا المية الري، وموفر برضو لنا يعني الإرشاد الزراعي. بالنسبة للمحصول، المحصول عندنا هنا في الأراضي الصحراوية بيدينا مثلا من 8 إلى 12 أردب، وفي الأراضي الطينية بالوادي الفدان بيدي من 18 إلى 25 تقريبا كده يعني. والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى هو أكرمنا وخير كثير وخير لينا ولبلدنا، وحنورد إن شاء الله احنا طبعا المحصول بتاعنا لمطاحننا لينا ولأهلنا، وربنا باركنا في الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه هو أدانا إعانة بزيادة سعر الأردب عن العام الماضي. يمكن من أكتر الحاجات اللي كانت بتميز رمضان زمان البرامج الشهيرة اللي كلنا تعلقنا بيها وكانت جزء من الطقوس اليومية في رمضان، زي الكاميرا الخفية طبعا اللي كان بيقدمها الأستاذ الكبير الراحل فؤاد المهندس، ومن بعده الفنان إبراهيم نصر، وكان كمان برنامج بدون مونتاج ويا تلفزيونية. خلينا نشوف الكلام ده من خلال التقرير اللي جاي. ذكريات رمضان متعددة ومحفورة في النفوس لسنوات طويلة، خاصة برنامج الكاميرا الخفية الذي قدمه الفنان فؤاد المهندس ثم استكمله من بعده الفنان إبراهيم نصر، وحقق نجاحاً كبيراً على مدار سنوات طويلة. مش عاوز مشاكل. أنا عمري عملت مشاكل؟
مش بقعد في اي حته مؤدبه. مش عاوز مشاكل يا زكيه. لا روح بقى ما تضايقنيش بقى. من الكاميرا الخفيه لبرنامج بدون مونتاج، فجيل الثمانينيات والتسعينيات بالتاكيد لا ينسون هذا البرنامج، والذي قدمته الإعلامية دينا رامز، ويعرض كواليس المسلسلات التلفزيونية واللقطات الكوميدية التي تقع بين الفنانين. كده هو ماشي يا ست بدري. خليه يا ابني. الله أقوم. انسى الدنيا انسى الدنيا انسى الدنيا. أما برنامج حوار صريح جداً جداً فكان النواة الأولى لبرامج الهارد توك شو المنتشر حالياً، ومن خلاله تم طرح أسئلة جريئة على الضيوف وكانت تقدمه الإعلامية منى الحسيني. ومن أشهر البرامج أيضاً يا تلفزيونيا الذي ارتبط بشهر رمضان على مدار أكثر من 20 عاماً، وقدمه فنان الكاريكاتير الشهير رمسيس زخاري. اعتمد البرنامج على دمج الحوار بالكاريكاتير، وحيث يجري رمسيس حواراً مع الضيف مع رسم صور كاريكاتيرية له تعبر عن بعض المواقف التي يتذكرها. ونجح رمسيس في استضافة جميع النجوم والنجمات وإجراء حوارات ممتعة معهم عن حياتهم الخاصة وأسرهم وأطفالهم، وهو ما ساعد في تعلق المصريين بالبرنامج الذي تطور عاماً بعد الآخر، لأنهم على علم بأنهم سيتعرفون على الجوانب الخاصة في حياة نجومهم المفضلين. يجي بقى نتكلم عن طبق الفول، حاجة أساسية كده عندنا هدير على الفطار بشكل عام في الأيام العادية، وفي رمضان بيكون فيه اهتمام كبير جداً بطبق الفول خاصة في السحور. المصريين بيسموه مسمار البط لأنه بيقلل الشعور بالجوع خلال النهار. وبمناسبة بقى علاقة المصريين بالفول، فدي موجودة من أيام الفراعنة، في نقوش فرعونية لسه موجودة لحد دلوقتي بتوضح إزاي الفراعنة كانوا بيزرعوا الفول وكمان بيجهزوه في وجباتهم. طبق الفول المدمس هو الوجبة الرئيسية على مائدة السحور. الجميع يتفنن في تحضير طبق الفول بطريقة مختلفة ومميزة، فهو يحتوي على مصادر للبروتين والكربوهيدرات والحديد، فضلاً عن ثمنه الزهيد مقارنة بمصادر غذائية أخرى، وبالتالي فهو وجبة كل الطبقات واختيار مفضل للصائمين يعينهم على نهارهم الطويل. عرف المصريون وجبة الفول منذ آلاف السنين، ووجدت نقوش على جدران المعابد الفرعونية تكشف كيفية زراعته وتخزينه وأيضاً طرق تقديمه، إذ كان قدماء المصريين يطهونه بطريقة أشبه بالطريقة المعروفة حالياً وهي التدميس، فقد كانوا يطمرونه في الرماد الساخن بعد وضعه في إناء ضخم وسميك حتى ينضج على مهل، وأيضاً عرفوا تقشيره واستخدامه بطرق أخرى لا تزال متداولة حتى الآن. ورغم أن الفول من الأطعمة الصعبة في الامتصاص، لكنه يظل في المعدة لفترة طويلة، وهو ما يعمل على التقليل من الشعور بالجوع خلال نهار رمضان، كما يساعد كذلك على تعزيز الجسم بالطاقة اللازمة التي نحتاج إليها في نهار رمضان، ولذلك يصفه المصريون بأنه ملك وجبة السحور ولا غنى عنه كطبق أساسي. دلوقتي نسيب حضراتكم مع موجز لأهم وآخر الأخبار مع دينا. تفضلي يا دينا. شكرا لك هدير. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال التطوير على امتداد طريق القاهرة السويس، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الجولة التفقدية شملت الكباري التي تم إنشاؤها على الطريق لربطه مع العديد من المحاور العرضية الرئيسية، بدءا من الطريق الدائري الجاري تطويره حاليا، والطريق الدائري الأوسطي، والطريق الدائري الإقليمي، ثم محور أم قمر الذي يربط طريق الإسماعيلية الزراعي والقاهرة الإسماعيلية الصحراوي، مرورا بطريق جنيفا وطريق القاهرة السويس وطريق القطامية العين السخنة، وينتهي بالربط مع طريق المحاجر.
يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف هذا الأسبوع. وقالت الأمم المتحدة إن غوتيريش سيلتقي الخميس المقبل زيلينسكي ووزير خارجيته بعد زيارة له إلى موسكو الثلاثاء للتشاور مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الأزمة الأوكرانية. تجري الجمعيات العامة للأمم المتحدة في الأسابيع المقبلة انتخابات لاختيار بلد يحل مكان روسيا التي علقت عضويتها في مجلس حقوق الإنسان. وقال رئيس مجلس حقوق الإنسان فيدريكو فيليجياس إن البلد الذي سيتم اختياره لشغل المقعد سيكون من أوروبا الشرقية. وكانت الجمعيات العامة للأمم المتحدة علقت في السابع من إبريل الجاري عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية بدء عودة الحياة لطبيعتها في مدينة ماريوبول. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشنكوف إنه يتم نقل المساعدات الإنسانية إلى ماريوبول بما فيها المواد الغذائية والمياه والمستلزمات الأساسية، مؤكدا أنه أصبح بإمكان السكان التنقل بحرية في المدينة. ونفى المسؤول الروسي سيطرة القوات الأوكرانية على ماريوبول. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إمداد أوكرانيا بصواريخ ميلان المضادة للدبابات ومدافع سيزر ذاتية الدفع. وقال ماكرون إن باريس ستقدم معدات وصفها بالمهمة، وأوضح أن بلاده لديها نفس استراتيجية ألمانيا، مشيرا إلى أن باريس ستساعد أوكرانيا قدر الإمكان مع الحرص على ألا تصبح طرفا في الأزمة. قتل 33 شخصا في تفجير استهدف مسجدا في ولاية قندوز شمال أفغانستان. وقالت شرطة قندوز إن الحادث أسفر عن إصابة 43 آخرين، مشيرة إلى أنها تحقق في نوع المتفجرات المستخدمة في الحادث. كانت انفجارات عدة وقعت في مدينة قندوز ومزار الشريف بشمال أفغانستان. أعلنت الشرطة الأمريكية إصابة 3 أشخاص على الأقل في حادث إطلاق نار في منطقة فان نيس شمال غرب العاصمة الأمريكية واشنطن. ووصفت الشرطة حادث إطلاق النار بالتهديد النشط، وحثت السكان بالقرب من المنطقة المتضررة على الاحتماء. وأوضحت وسائل إعلام أمريكية أن الشرطة لا تزال تبحث عن مشتبه به مسلح. ورياضياً، تأهل فريق الأهلي إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بعد تعادله مع مضيفه الرجاء المغربي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب محمد الخامس في إياب الدور ربع النهائي للبطولة. وتقدم الرجاء بهدف مبكر في الدقيقة 5 عن طريق لاعبه فابريس نجوما، ثم نجح الأهلي في تسجيل هدف التعادل الثمين في الدقيقة 44 من الشوط الأول عبر ضربة رأسية من المدافع محمد عبد المنعم، فيما أهدر علي معلول ضربة جزاء للأهلي في الدقيقة 17. كانت مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2-1، ليتأهل الأهلي للمربع الذهبي لدوري أبطال إفريقيا بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. نهاية موجز التاسعة، فاصل نعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، وجي دلوقتي معادنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. اليوم انطلقت ركلة البداية. دندن يا صلاح، مول يا صلاح. للباحثين عن كرة، هذه كرة الإبداع. إعجاز ما يقدمه هو إعجاز. هيتش وان، وات ا جول. خلونا نبدأ أخبارنا الرياضية من فريق النادي الأهلي
اللي تأهل لدور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا بعد ما تعادل مع الرجاء المغربي بنتيجة 1-1 خلال المباراة اللي اتلعبت على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا المغربية في لقاء العودة لدور ربع نهائي من دوري أبطال إفريقيا. وبالنتيجة دي بيحقق الأهلي التأهل لنصف نهائي أفريقيا وبيضرب معاد مع وفاق سطيف الجزائري اللي فاز على الترجي في ربع نهائي دوري الأبطال. خاض نادي بيراميدز أول تدريباته في الكونغو على ملعب نادي مازيمبي علشان يستعد لمباراة مازيمبي في مواجهة كأس الكونفدرالية، ويحل بيراميدز ضيف على مازيمبي بطل الكونغو بكرة الساعة 3 العصر في مباراة العودة للدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي أكد أنه مش قلقان بسبب وصوله لسن 30 في شهر يونيو الجاي. وقال صلاح في حواره مع مجلة 442 البريطانية وسألت بعض اللعيبة وقالوا أن شعور مختلف لما توصل لسن 30، لكن لسه مش عارف، أنا في حالة جيدة ومستمتع بالحياة وبكرة القدم. صلاح قال كمان أنه مش مهم عمرك كام سنة، في لعيبة تخطط سن 30 وفي أفضل حالاتهم الفنية زي ليفاندوفسكي وكريم بنزيما وميسي ورونالدو. وبكده انتهت جولتنا الرياضية، هنرجع مرة تانية لمحمد وهدير عشان نكمل معكم فقرات صباح الخير يا مصر. بنشكرك دينا، ولسه كلامنا عن الرياضة مستمر. امبارح نادي الأهلي تعادل مع الرجاء، ولكن كان تعادل بطعم الفوز لأن طبعا في مباراة الذهاب فوزنا 2-1، لكن النادي الأهلي كده صعد للدور نص النهائي لدوري أبطال أفريقيا وبيضرب ميعاد جديد مع فريق وفاق سطيف الجزائري اللي فاز على الترجي التونسي. الأهلي دخل فيه جون في أول 5 دقائق، ضيع ضربة جزاء، لعيبة تداركت هذا الأمر وسجلوا هدف التعادل عن طريق المدافع الصخرة الجديدة للنادي الأهلي محمد عبد المنعم. خلونا نحلل المباراة مع سامح سمير الناقد الرياضي. يا سامح صباح الخير عليك. صباح الخير يا محمد، وصباح الخير عليك يا أستاذ هدير. يا أهلا بيك، كل سنة وأنت طيب. طيبين يا رب. سامح، دايما النقاد الرياضيين بيكون عندهم رؤية للمباراة قبل المباراة ما تبتدي، هل جت المباراة صارت زي ما كنت متوقع ليها؟ لا خالص طبعا، المباراة جت على عكس المتوقع تماما. يمكن كنا متوقعين في البداية ان يكون في اثارة للجدل تحكيميا عن طريق طبعا نضايدة حكم سنغالي، والناس كلها عارفة التاريخ المصري السنغالي دلوقتي بقى في ازمة بعد مباراة مصر والسنغال التاريخية اللي كلنا منتظرين طبعا هل هيتم اعادة المباراة او لا. دي مش قصتنا، وانا بقول لكم مفيش اعادة للمباراة نهائيا تماما باستثناء بعض تنفيذ العقوبات على الاتحاد السنغالي او المنتخب السنغالي، عشان بس نبقى واضحين قدام الناس وبلاش يعني نضحك عليهم او نديهم امال مش هتحصل. المفاجاه بقى الاكثر اللي حضرتك اتكلمت عليها، هل توقعتوا سير المباراه بهذا الشكل؟ فانا كنت شايف امبارح ان اول مفاجاه في المباراه كان موسيماني طبعا، لان موسيماني نفسه لم ياتي للمباراه، لم يحضر للمباراه، لم يدير المباراه لا من قريب ولا من بعيد. طب مساله التشكيل انه من الاول نزل من غير قفشه وعبد القادر، شفت ازاي ده؟ بص اقول لك على حاجه، اخطاء او خطايا انا بسميها خطايا موسيماني، دي حقيقه انا كنت ناوي على ده من امبارح بعد المباراه، ان انا اطلع النهارده اتكلم في خطايا موسيماني التي لا تغتفر تماما في مباراه الامس. امبارح انت صعبت عليك المباراه جدا. امبارح انت اديت للرجاء مش اكبر من حجمه، ده انت امبارح كنت عايز تخرج من البطوله بفعل فاعل او بفعلك انت، انك انت تخرج من البطوله. ازاي موسيماني المفروض ان هو بيجيد التعامل مع المباريات الكبيره، المفترض ان هو عارف قيمه النادي الاهلي كويس وعارف الخصم بتاعه كويس جدا، لكن امبارح وجهه نظري متواضعه انه ما قراش المباراه بشكل كويس منذ البدايه. يعني انت متفق معاك ان شريف وقفشه بعيدين تماما عن مستواهم، ويمكن انا كنت واقف مع كارلوس كيروش قبل كده في استبعاده لقفشه وشريف لان هما ما جوش بعد دوري ابطال افريقيا الاخير. هو اتكلم على شريف على وجه التحديد في المؤتمر الصحفي بعد واتكلم كمان عن قبله انه بيضيع اللمسات الاخيره، بيضيع وزعق له امبارح في المباراه، كان رايح في شبه انفراد وكان ممكن يخلص مع عبد القادر، لكن شريف طلعها في السماء، ودي مشكله شريف انه لم يعد ماكينه الاهداف التي لا تهدا. شريف عنده مشكله في اللمسه الاخيره، عنده مشكله على مستوى وبقى له فتره على الصندوق. بقاله فترة طويلة محمد شريف ما رجعش بعد دوري أبطال إفريقيا أو السوبر الإفريقي الأخير تحديدا، شريف ما رجعش تماما مع النادي الأهلي من البطولة بعد مباراة كايزر تشيفز. فشريف وقفشة أيضا، قفشة هو لاعب كبير ولاعب مخضرم كويس، ولكن بقاله فترة بعيد عن مستواه تماما. يعني أنا هجمت قفشة كتير رغم أنه هو رمانة ميزان في النادي الأهلي، والمفترض أن جماهير النادي الأهلي حط عليه أمال كبيرة جدا أنه حتى يبقى داعم لمنتخب مصر، ولكن صحيح. قفشة عليه علامات استفهام كثيرة جدا وكبيرة جدا في أنه بعيد عن المستوى تماما. فأنا متفق مع موسيماني أنه هو ابتعد عن قفشة وعن شريف، ولكن أنك أنت تعتمد على بيرسي تاو كراس حربة، ده كان إكس
علامه خطا كبيره جدا. لاعب بيلعب برجليه الشمال، ما شفتش راس حربه برجليه الشمال بصراحه يعني، فيه بس ما شفتش بهذا الشكل. وبيرسي تاو بيجيد اللعب على الاطراف كجناح طائر ايمن ولكن ليس كراس حربه. ولو هتلعب بيه كراس حربه نلاقي حسين الشحات على اليمين يلعب في مكانه، لكن حسين الشحات ينزل شمال ويستغنى عن احمد عبد القادر تماما. طب اللي هو ايه فلسفته في تغيير اماكن اللعيبه؟ يعني كل واحد عارف هو بيلعب فين، عارف مركزه ايه، ايه فلسفه موسيماني في ده؟ بص، هو موسيماني يعشق الفلسفه، موسيماني عنيد بطبعه، عنده كبرياء غير طبيعي، بيحب ينفذ بعض يعني بينفذ فلسفته في بعض المباريات بشكل مثير للجدل، ملوش اي منطق. يعني انا امبارح لما اجي العب ببيرسي تاو راس حربه وما نزلش احمد عبد القادر، والعب بحسين الشحات شمال والعب يمين بطاهر محمد طاهر، طب حسين الشحات قدم مباراه هايله جدا امبارح، بيرسي تاو كان خارج نطاق الخدمه خالص واضاع هدف كان يريح الدنيا والحكايه والروايه والحدوته وتخلص وترجع منتصر 2-1 من المغرب. لكن لا، انت بيرسي تاو بينفرد بالمرمى وبيرقص حارس المرمى ويدي لهم الكره في الاخر في رجليهم. كان طبعا شيء غريب جدا، بيرسي تاو على مستوى التحركات ما كانش راس حربه بالمره، ما كانش قوي بالمره، ما كانش شرس بالمره، فكان لازم اسحبه سريعا والجا لمحمد شريف. ولو انا مش مقتنع بمحمد شريف لماذا كل هذا العند مع حسام حسن وصلاح محسن بينزل وهو لسه راجع من اصابه؟ صحيح، وراجع من جراحه شهور تقريبا. يعني عنيد عند غير طبيعي. يعني امبارح كلنا بنعشق النادي الاهلي، كلنا خلف النادي الاهلي كجماهير مصر، مفيش حاجه اسمها اهلي وزمالك هنا وانا رايح ارفع علم مصر دوري ابطال افريقيا. اهلي زمالك امبارح قاعدين على المقاهي بيشجعوا النادي الاهلي كلنا، فالنهارده ما بنتكلمش الوان، فاحنا مش بننتقد موسيماني كاهلاوي او كمدير في النادي الاهلي، لا ده احنا بننتقد فكر كان من الممكن يكلف فريق مصري في دور ربع النهائي قبل نص النهائي دوري ابطال افريقيا. صحيح، امبارح عشان يمارس هذا العند ويظل بيرسي تاو كراس حربه ويحسن الشحات لما جه حتى يعمل تغيير يسحب حسين الشحات، يسحب افضل لاعب تقريبا كان حسين الشحات امبارح على مستوى التحركات وينزل ايمن اشرف. ده التغييره دي مش خلتنا يعني 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 في له غرغرتمات غير طبيعيه تماما على موسيماني امبارح ان هو ينزل ايمن اشرف، اللاعب اللي انا قلت تحديدا بعد ما رجع من كاس الامه الافريقيه وكاس عالم الانديه انه يحتاج لتاهيل نفسي غير طبيعي. اتطرد في مباراه المغرب وجاب ركله جزاء علنيه وخطا نفس الخطا في كاس عالم الانديه، متهور يعني، وكان لابد هو لاعب متهور جدا صح. ايمن اشرف رغم انه مجهوده عالي جدا والمفترض ان هو خلاص بقى عنده خبرات ومخضرم في النادي الاهلي، ولكن اخطائه قاتله. فانت عايز تعزز خط الوسط الدفاعي وتعزز الدفاع على حساب حسين الشحات اللي هو احد الاوراق الرابحه اللي تحاول تسحب بيها الفرقه شويه، انت سلمتهم نفسك في الشوط الثاني يعني سلمتهم الشوط الثاني كله من بابه ستة يعني بالظبط 31 دقيقه مسلمهم الشوط الثاني كله ليهم. انت تعادلت بشخصيه الاهلي، تعادلت بمجهود فردي من محمد عبد المنعم، تعادلت بكره حظ التوفيق كان ربنا سبحانه وتعالى كاتب لك انك تحرز التعادل، ولكن الرجاء كان ضاغط عليك كان هيحرز فيك الهدف الثاني واضعت ركله جزاء في السيناريو رايح للأسوأ. انت رايح للسيناريو الأسوأ في تاريخ دوري ابطال افريقيا انك انت تهزم وتضيع ركله جزاء والرجاء بيهاجم. طيب فانت علشان تنزل الشوط الثاني تقرا تكمل قرايه المباراه غلط وتستمر في السياسه انك انت السياسه الدفاعيه وانت عارف ان الرجاء هيهاجم بكل قوته، فانا بدافع واشيل الكروت الرابحه لا تقدر تمسك كوره وما نزلش عبد القادر يمسك كوره ويراوغ ويلعب ويسحب الفرقه ويقف على الكوره، وانزل ايمن اشرف المتهور واشيل حسين الشحات افضل لاعب في المباراه او من افضل اللاعبين في المباراه، فطبعا لوغاريتمات غير طبيعيه على موسيماني. لكن في النهايه هو يقول اللي انا فكرت فيه حصل، هو قال في المؤتمر الصحفي قبل المباراه قال ايه؟ قال احنا مش هنوصل اصلا لضربات جزاء وان شاء الله هنحسم هذه المباراه، وبالفعل تم حسم هذه المباراه. الشناوي قال احنا مش خايفين من الضغط الجماهيري، لا يمثل لنا اي شيء، النادي الاهلي نادي كبير وبيلعب ومتعود على الضغط وبيلعب مباريات زي دي بقى لنا فتره كبيره ومتعودين احنا بنفوز كمان في المباريات اللي زي دي وبنتالق فيها وقد حصل. وكمان كان اشاد بالاستقبال زي ما كنا بنتكلم في البدايه، وكان في ضغط جماهيري طبيعي ان يكون في ضغط جماهيري، لكن في النهايه برضو عايزين نتكلم عن نقطه مهمه جدا ولافته غايه في الاهميه من جماهير الرجاء لما وقف دي 74 يحيوا ذكرى شهداء الاهلي. برافو عليك، برافو عليك محمد. خليني اقول لك ان امبارح انا اول ما شفتها يعني اندهشت اندهشت، وبصراحه وقفت احتراما للجمهور، جمهور الرجاء، جمهور المغرب، انه جه على حوالي الدقيقه 73 وشويه. الناس فاكره ان هم هيعملوا شغب يعني، انا حتى بتفرج مع زمايلي وبشوف يعني بشوف ردود الافعال، الكل حاسس ان في حاجه بقى هتحصل وهيعملوا لا يا جماعه ده الدقيقه 74
حاجه تحترم جدا بصراحه، لازم نرفع فيها القبعه، وبرافو عليك بحقيقة بصراحه يا محمد انك لفتت نظري. يعني احنا بنتكلم، كنت عايز اتكلم فيها وسقطت بسبب خطايا موسيماني واحداث المباراه، لكن فعلا الجمهور المغربي الشقيق امبارح وقف وقفه محترمه جدا، ورغم القله اللي عملت الليزر في المباراه ولقينا الليزر على الشناوي واللعيبه، لكن وقفت الجماهير كلها اجلالا للدقيقه 74 لضحايا بورسعيد طبعا وضحايا النادي الاهلي، فجماهير النادي الاهلي، فدي كانت حاجه تحترم جدا ولازم نقول لها شابو في اعلاننا المصري كمان يعني. بكل تأكيد. طيب نروح لعلي معلول. وعلي معلول رجع من الإصابة امبارح، ضيع ضربة جزاء وصنع هدف لمحمد عبد المنعم كمان. شفت ازاي أداؤه امبارح وتقييمك لأدائه؟ بص، علي معلول أحد مفاتيح اللعب في الأهلي، أحد كلمات السر اللي بتدي لك الفوز وأنت قاعد مطمن. علي معلول لاعب كبير جدا، لاعب مخضرم جدا، من أفضل الجناحات الطايرة الشمال في أفريقيا، مش في على مستوى الدوري المصري وعلى مستوى النادي الاهلي، فلاعب كبير جدا حتى على مستوى المنتخب التونسي. فهذا اللاعب تعرض للاصابه، كان في تخوف ان هو ما يلعبش المباراه، لكن نزل باصرار منه قبل ما يكون من موسيماني او حتى طبيب الفريق اللي طمن موسيماني، ونزل واصبح جاهز للمباراه. وطبعا انتم عارفين من غير ما اقول لكم ان لاعبي النادي الاهلي تحديدا لو جاهز 70% بينزل، هو عايز ينزل وعايز يخدم النادي الاهلي، لكن لما بيبقى ضد مصلحته فالمدير الفني بيمنعه او الجهاز الطبي. علي معلول امبارح احد الكروت الرابحه. علي معلول انا ما اقدرش اهاجم علي معلول او اشكك في قدراته، لانه بالفعل احد مش الجنود المجهوله، احد الجنود العلنيه اللي بتعرف ان هي تجيب لك وتخلص لك المباراه. ركله الجزاء امبارح احرف لعيب العالم بتضيع ركلات جزاء. ولو هنتكلم على مستوانا، احنا شفنا طبعا مباراه مصر والسنغال، محمد صلاح في الهواء، مش حتى في ما بين الثلاث خشبات، في الهواء، فوارد جدا، وحارس متالق، وكمل عليها علي معلول، لكن ربنا سبحانه وتعالى ما اردش ان هو يحرز الهدف، وكان هو الاسيست في ركله في هدف محمد عبد المنعم، الركله الركنيه، وقدر ان هو يلعب ركله ولا اروع، لان رجليه ما شاء الله يعني ملفوفه في حرير علي معلول. صحيح. لازم نقول ده فعلا ربنا يحميه، حقيقي احد كروت النادي الاهلي الرابحه، ولن ننتقده ابدا على المستوى الشخصي، لانه لاعب في قمه التالق وفي قمه تركيزه مع النادي الاهلي كمان. لكن يظل هو افضل حد يشوط ضربات جزاء في النادي الاهلي؟ ده سؤال. يعني احنا يعني ضيعنا في الذهاب ضربه جزاء، وضيعنا برده في مباراه الاياب ضربه جزاء، طب مين يشوط ضربات جزاء في النادي الاهلي؟ بص، لاعيب النادي الاهلي يعني مش عايز اقول ان مفيش حد في حد ما بيعرفش يشوط، لا كلهم بيعرفوا يشوطوا، والشناوي حارس مرمى هايل، ولكن في النهايه يبقى التوفيق وعدم التوفيق. علي معلول امبارح حط ركله جزاء لا يلام عليه، ركنها صح، لعبها صح، داخل الكرة صح، ولكن تألق الحارس، عدم توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، وحاول ان هو يدخل تاني على الكرة، عمل اللي عليه، خلاص هو في النهاية هي ضربة حظ، هي بيسموها ركلة المعاناة الترجيحية، لأنها فيها عامل نفسي كبير جدا وعامل ذهني كبير جدا، انك تدخل تسدد ركلة جزاء في مباراة جماهيرية بهذا الشكل، ضغط جماهيري غير طبيعي، زي ما حضرتك تفضلت وقلت. الشناوي قال للصحفي المغربي، قال له انت متعصب ليه؟ دي مجرد مباراة كرة قدم فيها 22 لاعب 11 ضد 11، ولو حصل وحد نزل الملعب ده هيبقى شيء محرج للمغرب امنيا كمان، يعني عيب يعني ما تحصلش، من واحنا مبسوطين جدا بحفاوه الاستقبال في المغرب، وهنا الاستقبال ده ذكاء مش شناوي، ذكاء، لان هو بيقول له عيب انك تتكلم كده على انك تعمل عصبيه وفتنه قبل المباراه، وانك عايز تخوفنا بالجمهور، انت كده ممكن تطلع سمعه مش حلوه على الجمهور اللي جاي. والجمهور بصراحه رغم الليزر ورغم هذا الكلام، ولكن فضل واقف جنب لعيبته حتى النهايه، كرم النادي الاهلي واستقبله احسن استقبال. جه في الدقيقه 74 زي ما حضرتك تفضلت، رغم اني شكيت وعايز اتاكد، لكن مفيش حل، الدقيقه 74 بالتاكيد، لان هو هيجننوا، بداوا يرموا ازايز على لعيبه الرجاء وهما بيسددوا ركلات الركنيه في اخر دقيقتين، رغم ان الرجاء عمل مباراه تاريخيه امبارح، لانه قدر يقف قدام بطل القرن وامام حامل اللقب بهذا الشكل وعلى ملعبه وسط جمهوره، كانت مباراه صعبه جدا، فلازم برضو نقول تحيه للجمهور المغربي على اللي عمله امبارح مع الاهلي. الاهلي بقى جاهز لمباراه وفاق السيف الجزائري، لاي مدى شايف ان الوضع يطمنا قبل المباراه القادمه؟ بصي، النادي الاهلي انا توقعتها بعد تاهل الاهلي من دور المجموعات، ناس اتكلمت معايا كتير وقالوا لي رايك هل الاهلي هيوصل؟ طبعا هيوصل، ولكن تاني، لان صن داونز معدي السنه دي، ووجهه نظري متواضعه ان النهائي ما بين الاهلي وصن داونز، وانا بقولها، والنهارده صن داونز هيلعب وانا بقولها لكم، والاهلي هياخد البطوله من صن داونز. اكتر مدير فني حكيم هو المدير الفني لفريق صن داونز، قال بلاش تنخدعوا بانكم كسبتوا الاهلي رايح جاي. الاهلي بيلعب اكتر من 60 مباراه في الموسم،
وده ما بيحصلش مع في اي نادي في العالم. صعب جدا انك انت تشوف هذا الامر، فبلاش تنخدعه بالنتيجتين سواء في الذهاب او في العوده. فانا متوقع ان شاء الله شخصيه الاهلي بتحسم كويس قوي، وانا بقولها شخصيه الاهلي، ناس بتتكلم وعارفاها. امبارح الاهلي كسب بشخصيته، كسب بتاريخه، ما كسبش باداره موسيماني المباراه، كسب ببعض اللاعبين، كسب باداره اللاعبين، كسب بمحمد الشناوي، كسب بمحمد عبد المنعم. عشان بس نبقى منطقيين، الاهلي امبارح ما كانش متواجد في الرجاء بفعل فاعل، ما كانش فيه خطه يعني. اداره موسيماني المباراه طوال المباراه، اجتهاد من اللعيبه. موسيماني فاق في الدقيقه 75، يعني يكذب، يطلع موسيماني يكذبنا مثلا، مش هيحصل، ما بيسمعناش، هو ما بيسمعش الاعلام المصري بالمناسبه خالص. موسيماني يشوف المباراه اخر ربع ساعه، انت درت المباراه اخر ربع ساعه كنت هتجيب هدفين في الرجاء لما نزلت عبد القادر ومع شريف، حتى لو شريف خارج نطاق الخدمه، بس انت عملت ضغط على الرجاء، خليته يعني يخاف منك، خاف منك، قدرت تثبته، تثبت الثلاثي الدفاع. عبد القادر امبارح بقى بيصول ويقول وقف على الكوره، عملت اللي انت عايزه. طب انت كنت فين من بدايه الشوط الثاني وانت عارف ان الرجاء مش هيسيبك لانه عايز هدف عشان يتعادل معاك على الاقل ويصل لركلات الجزاء او يصل. بالفعل انه هيجيبوا هدف في وقت قاتل، يعني الشناوي هو اللي شايله. بالضبط، الشناوي يعني انقذ الاهلي امبارح من الخروج من دوري ابطال افريقيا، عشان بس اقولها، هو ومحمد عبد المنعم وبعض اللاعبين وحسين الشحات. حتى عبد القادر لما نزل شويه على مستوى اخر ربع ساعه، في بعض اللاعبين قدروا ان هم يسحبوا فرقه الرجاء ويوصلونا، لكن موسيماني امبارح اخطا تماما. هو في النهايه موسيماني بيتعامل بالارقام، انا لم اهزم في مباريات برضه مهمه، هو نفسه شايف كده يعني. هو شايف وهيفضل شايف دوري ابطال قبل كده وكاس العالم للانديه، وحقه انه يشوف، لان للاسف التاريخ بيعترف بلغه الارقام فقط. صح. مش هيقول ان امبارح موسيماني ادار المباراه غلط، لا، هيقول موسيماني فاز امبارح بمجموع اللقاءين. فلازم في النهايه رغم انك بتنتقده تقول له مبروك انك كسبت، انت اهلتني لنصف النهائي امام فاق سطيف، لكن احنا لازم ننتقد ونتكلم. هو ما بيسمعش حد، هو ما بيسمعش غير نفسه، ده حقه، هو المدير الفني، احنا ما بندخلش في عمله، ولكن احنا لينا عينين بنشوف فيها بيها فنقدر نتكلم. مباراه فاق سطيف اللي حضرتك اتكلمتي عنها، وفاق سطيف بيقدم موسم استثنائي هذا العام، وقدر انه يقصي الترجي امبارح في مفاجاه. كلنا كنا متوقعين ترجي التونسي هينهش في لحمه فاق سطيف، لان كان ترجي تونسي قوي جدا وعملاق تونسي كبير جدا. امبارح وفاق سطيف اطاح بالترجي، فمباراه صعبه جدا لانك بتقابل فريق طموح كبير له باع في افريقيا ومش هيفرط في نص النهائي. صحيح. وانت عندك نفس الازمه انك بتلعب لقاء الذهاب زي امبارح، انت لعبت في القاهره للاسف الذهاب، وبتروح العوده شمال افريقيا، العوده كلها عندك يجب على موسيماني ان هو يتعامل مع هذه المباراه انه يحسمها في مباراه الذهاب، لان بالتاكيد زي ما حضرتك قلت ان هي تكون مباراه صعبه للغايه. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا الناقد الرياضي سامح سمير، شكرا ليك. اشكرك، ميرسي يا محمد، ميرسي يا زهدير، وصباح الخير عليكم. صباح النور، شرفنا بحضرتك. مشاهدينا الكرام، دلوقتي هنسيب حضراتكم مع فاصل ونرجع من بعده نكمل فقراتنا، خليكم دايما مستنيين. اهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان. طبعا الكل بيتابع ملحمه مسلسل الاختيار 3، ويعني بكل تاكيد يعني بيلفت انظارنا ادوار كتير داخل المسلسل، ويمكن من احد هذه الادوار دور الارهابي احمد عبد العاطي مدير مكتب المعزول محمد مرسي، واللي جسد شخصيته الحقيقه ببراعه الفنان هاني التنباري، وقدر انه يلفت الانظار ليه خلال الموسم الرمضاني الحالي. هيقول لنا كل تفاصيل اختياره لمسلسل الاختيار 3 وازاي قدر انه يحقق الدور المطلوب منه. صباح الخير عليك يا هاني، ويعني صباح الفل، قول لي كده ازاي. صباح الجمال، صحيت لسه؟ اهو بصحى اهو معاكم. ازاي تم ترشيحك للدور ده وما تخضتش لما لقيت نفسك ما بين الاستاذ صبري فواز والاستاذ خالد الصاوي، وبكل يعني القوه اللي بيأدوا بيها في المسلسل؟ اختياري كان الاول من خلال صديق محمد يوسف ممثل زميلنا، لما شاف صوره احمد عبد العاطي، والصوره دي كانت غايبه عن ذهننا شويه لانه ما كانش من مظهرش كتير، ما كانش من الوجوه البارزه قوي، لكن هو على طول فورا يعني ترجم الصوره ورشحني الكاستنج دايركتور ابراهيم فرج، وده كان راي ابراهيم برضو انه الشبه متقارب جدا يعني. فروحت وعملت الاوديشن بقى الجانب الفني في الموضوع. عملته ازاي الجانب الفني وما كانش ليه فيديوهات كتير؟ لا، اقصد انه المرحله الثانيه في الاوديشن او المرحله الثانيه في اختيار الشخصيه هي الاوديشن نفسه يعني. بعد كده بقى جه المرحله بتاعت ازاي بقى نعمل الشخصيه دي من يعني نجمعها منين. طبعا موجوده على الانترنت وعلى السوشيال ميديا بعض الحاجات ما كانتش كافيه قوي،
لكن اللي كملها بقى بشكل كبير هو السكريبت اللي هو المؤلف في النهاية بيعمل بحث أكتر مني وأكتر من الناس كلها على كل التفاصيل. واللي كمل بقى العنصر الضلع الثالث في المسلسل المثلث هو المخرج طبعا. وجهة نظر المخرج عن الشخصية اللي طبعا عارف عايز يحط يعني كل كاركتر فين وتأثيره على بقية الناس. فده دول الثلاث عناصر اللي بنيت عليهم الشخصية. الدور كان سهل بالنسبة لك؟ لا طبعا لا طبعا ما كانش سهل. كان أصعب حاجة في الدور كان إنك تحافظ على الإيقاع بتاع الدهاء والهدوء وإنك طول الوقت مش عارف الراجل ده عايز. نظراتك كلها مكر طبعا. من غير ما يبقى الموضوع معلن يعني من غير ما يبقى الموضوع مقصود بيه إنه الجمل يبقى فيها التواء ويبقى فيه خالص. هو المفروض إنه جمل وتحتمل كل الاختيارات لكن الحدث هو اللي بيكشف انه في الشخصيه دي كده بلاوي وبتحصل بسببه يعني. طب مشهد من المشاهد اللي كانت بالنسبه لك يعني صعبه او فيها تحدي في ادائه في المسلسل؟ ما هو انا بوقف قدام اساتذه كبار جدا فكلها تحديات يعني كل بالذات طبعا المشاهد اللي في الاول. استاذ صبري فواز طبعا يعني كان من بختي الكبير ان انا ابقى معاه في معظم المشاهد. استاذ خالد الصاوي طبعا الناس دي الواحد من سنين وهو بيتعلم منها فعلا وبيشوفهم على اساس ان هم نماذج كبيره جدا. وكان عندي حظ كمان ان انا اقف قدام الاستاذ عبد العزيز مخيوم في مشهدين او اكتر واستاذ ياسر جلال مشهد واحد كده برده كان حظي حلو. فطبعا كل مشهد من المشاهد دي الواحد بيدخل لحد اخر يعني ايام تصوير الواحد بيدخل قلقان ومتوتر وحاسس بمسؤوليه كبيره جدا. فيعني التجربة كلها بالنسبة لي يعني كانت تحدي كبير وكانت حظ كمان كبير جدا بصراحة. بتذاكر قد ايه يعني بتعرف المشهد بتاعك قبلها بقد ايه بتقراه قد ايه بتقعد تذاكره قد ايه؟ معظم المشاهد كانت موجودة معايا بالفعل من فترة طويلة فترة طويلة جدا من ساعة ما بدأت يعني. فمعظمها قريتها مرة واثنين وثلاثة وأربعة. ولما ذاكرتها كويس وعرفت وقفاتك فين؟ لا ما هو في جزء من المذاكره بيحصل قبل وفي بقى جزء تاني بيحصل في اللوكيشن التصوير. لان احنا قبل اللوكيشن بنعمل بروفا واحيانا بنعمل بروفا واثنين وثلاثه لحد ما الامور تحس ان هي مستقره وبعدين نبدا نصور بالظبط كده. وكان طبعا احيانا الموضوع بيتطلب انه يعني الواحد يسال فتبقى مش فاهم ايه يعني ايه الجمله دي المفروض ان هي تتقال ازاي او بناء على ايه او احساسها ايه. وده بقى كان الدكتور بيتر موجود فيه طول الوقت يعني. وده برضو من حظي بقى الكبير خالص يعني ان انا اشتغل مع مخرج بالخبره دي والفهم ده. فانا محظوظ الحمد لله. هني بتشوف ازاي ردود افعال الناس مع المسلسلات التاريخيه والوطنيه والتفافهم حواليها بكل الاعمار؟ وايه ردود الافعال اللي السنه دي وصلتك ويعني عن دورك احكي. طيب ردود افعال عن الاختيار هو خلاص الاختيار ده بقى في منطقه لوحده بقى عمل لا يشبه بقيه الاعمال بتاعه رمضان. وكذلك متابعته بقيت تحسي انه الناس بتشوف الاختيار وايه كمان. فده اللي حصل بقى له 3 سنين بالذات السنه دي لانه الاحداث بقى يعني لمسه جدا الناس قريبه جدا من الناس. فانت عايز تشوف كانك بتشوف نفسك عشناها احنا عشان عشنا الاحداث دي. انت بتبقى شايف نفسك ورا الحدث. فيحصل حدث ده تقول انا كنت ده في اليوم ده عند ابويا مش عارف فين. صح. انا كنت في اليوم ده. فده قريب قوي من الناس فطبعا يعني الموضوع مؤثر جدا. اما انطباعات الخاصه بي انا فكلها كانت الحمد لله ايجابيه جدا واكتر بصراحه من اللي توقعته بكتير من اصحابنا في الوسط او من الناس حتى اللي ملهاش دعوه بالوسط يعني كلها اسعدتني جدا 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 يعني. انت مثلت قبل كده ايه يعني او اديت ايه قبل كده؟ انا اتخرجت 2006 من المعهد العالي للفنون المسرحيه ومثلت كتير جدا في المسرح لكن اختفيت فتره يعني لا باس بيها كده في السفر. كنت موجود في الامارات كنتش بعيد عن تخصصي كنت بشتغل في المسرح واشتغلت في التلفزيون اشتغلت في الام بي سي في اكتر من عمل واشتغلت في اعمال اماراتيه انتاج اماراتي لكن كنت بعيد شويه عن مصر الفتره بتاعت 10 سنين. عظيم. لكن المسرح بيفرق مع الفنان المسرح ده ابونا. طبعا المسرح ده هو اللي علمنا كل حاجه
هو اللي علمنا الإخلاص. يعني هو الفكرة بتاعة المسرح دي والتقائك المباشر مع الجمهور ده بيخلي بينمي عندك فكرة إنك أنت تبقى أصدق وبعدين أصدق وبعدين أصدق لحد ما تحس إنك مرتاح بقى كده، فتتعامل بقى مع أي صنعة بعد كده بهدوء. يعني السينما والتلفزيون بتبقى أنت خلاص عارف يعني إيه إنك توصل شخصية، لكن لسه عايز تعرف على الكاميرا على البروسيس بتاعة الناس دي بتعمل إيه ورا الكاميرا، أعمل إيه عشان أبقى شاطر في الأمور التقنية دي. لكن المسرح طبعا منحاز أنا جدا الأساس، هو الأساس والشغف وكل حاجة. فنانين كتير بالمناسبة كانوا لما بيجوا معانا هنا في صباح الخير يا مصر بيتكلموا عن النقطة دي تحديدا، إنه المسرح إزاي بيكون فارق في حياة الفنان، إزاي بيفتح صوته، إزاي بيعلمه المواجهة، لأنه قاعد قدام طبعًا جماهير بشكل مباشر مش قدام كاميرا. طبعا طبعا. بص أنا يعني ابتسمت إزاي واتبسطت لما اتكلمنا عن المسرح. الأساتذة اللي احنا اتكلمنا عليهم حالا يعني بالربط ما بين المسألتين، أستاذ ياسر جلال، أستاذ صبري فواز، أستاذ خالد الصاوي، أستاذ عبد العزيز مخيوم، ما فيش حد من دول ملوش تجربة طويلة في المسرح. ويعني لو خدنا أستاذ خالد الصاوي تحديدا، فالراجل ده مش بس ممثل مسرح، ده رجل المسرح، يعني مخرج ومؤلف وممثل وتربى في المسرح ونشأ في المسرح. احنا كنا بنعمل كل حاجة في المسرح، احنا ما كناش بنمثل ونمشي، احنا كنا بننظف المسرح وبنعمل الديكور وبندهن الحاجات وبنقف جنب المخرج وبنساعد وبنكتب الحركة بتاعت عشان كده في انتماء للمسرح طبعا. وهيفضل يعني هيفضل انتماءنا المسرح موجود على طول. طيب انت نفسك تقدم ايه بقى جاي؟ اعمال درامية، اعمال سينمائية؟ نفسي اكون موجود في دور مختلف بقى تماما عن احمد عبد العاطي، عشان اصله ده برضو الشكل ده وظهوري بعد اختفاء طويل في القالب ده، هو دي اكتر حاجه محساني ان انا عايز بقى بسرعه اقول للناس انه والله يعني انا موجود. في حاجه تانية، ده الكاركتر مش انا. يعني اللي حاصل ده بشكله ده بهدوءه ده بايقاعه ده 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 أنا كله بجسد الشخصيه دي، ده اللي الكاركتر فرضه عليا. انا مش هنا بقى، انا مش واقف هنا، انا عندي حاجات ممكن تاني اعملها. فمستني دور، في الحقيقه مستني دور يكون كويس وان شاء الله يحصل قريب. تفضل الدراما اكتر ولا السينما؟ السينما طبعا، السينما السينما ابقى. والسينما الدراما بتوصل موجوده عند الناس في كل البيوت، هي السبيل الاسرع طبعا للوصول لكل الناس التلفزيون. لكن السينما ليها احساس مختلف. لما تفتكر الاعمال اللي من 100 سنه بتفتكر غالبا الاعمال السينمائيه، الاعمال السينمائيه خالده جدا جدا وقويه جدا ومؤثره ومكثفه جدا. لكن دي الميزه بتاعت الاعمال لكن الميزه بتاعت التلفزيون انه هو يعني خلى الناس على الاقل بالنسبه لي انا هو في مكسب كبير جدا، الناس تبقى عارفاني وعارفه الجهد حتى لو بسيط اللي انا قدمته في مسلسل زي ده وبقيت طبعا المسلسلات التانية. لكن انت قادر تأدي ده وقادر تأدي ده، قادر تأدي شخصيات كتيرة. طب تحب تأدي ايه؟ يعني تحب تأدي كوميدي، تحب تأدي تراجيدي، يعني من جواك عايزين تعرف عليك من جواك. ايوه انا عايز شخصيتك بقى الحقيقية. لا انا انا عايز أدي يعني عايز ابعد بقى عن شخصيتي انا الطبيعية خالص. يعني عايز ابقى التحدي بيبقى حلو ومستفز جدا للممثل، فتلاقي انه لما يتعرض عليك دور مش بعيد قوي عن الدور اللي انت بتعمله في الحياه، عن طبعك العادي، فيبقى سهل، فيبقى سهل الى حد ما ومبقاش محفز. طب دورك في الاختيار انت بتعتبره دور يعني شكل الهدوء ده وشكل الرسائل اللي هي طول الوقت بيقدم رسائل مبطنه مش مفهوم منها قوي هو عايز يقول ايه؟ ايوه. ده شبه حياتك ولا لا؟ بعيد طبعا. لا مش شبه خالص، مش شبه خالص. يعني ال الباور حتى فكرة انه ردود افعاله، لا انا انا عندي، انا تلاقيني حتى بعبر وبقول في نرف كده ما كانش مسموح انه يظهر في احمد عبد العاطي. في يعني في حالة من حالات ردود الافعال اللي انا دايما بتبقى ازيد شوية يعني حتى فعبد العاطي. لا عبد العاطي احنا كان في اتفاق، وده خد منك مجهود علشان تقدر قوي تظهر بالصورة دي. في البداية كان صعب ان انا افضل محطوط في الحتة دي. كان اول 3 4 5 مرات لحد ما، ودي كانت وجهة نظر الدكتور بيتر في الحقيقة، انه قال لي خلي بالك احنا القصد انه كذا. القصد انه يعني عايز يقول لي ايه؟ ان انا مش بضايقك، يعني احنا مش بنحجم الطاقة يعني، لكن احنا مش هينفع نخرج عن السياق
اللي احنا متفقين عليه بالظبط. طيب وجودك بقى مع فنانين كبار، يعني اتكلمنا عن الفنان الكبير صبري فواز وخالد الصاوي وياسر جلال، واتكلمنا كمان او نتكلم كمان بقى عن محمد رياض، ونتكلم عن كريم عبد العزيز، ونتكلم عن احمد عز. حتى لو ما فيش مشاهد جماعتك، لمجرد وجودك في لوكيشن معاهم اكيد بتتعلم منهم. بتعلم منهم جدا، هم كبار في الحقيقه، مش بس كممثلين، هم كبار كناس راقيه جدا. ويعني انا ما كانش ليا حظ مع بعض الاسماء اللي حضرتك ذكرتها دلوقتي، لكن كل اللي كان ليا حظ معاهم في الحقيقه ما فيش حد فيهم كان بخيل في نصيحه او معلومه، ما فيش حد فيهم كان نجم كبير وبعيد وصعب انك تتكلم وتتواصل ابدا، كانوا ودودين جدا قريبين جدا. هو بيحس من غير ما انت تقول انك انت قلقان من المشهد ده، فتلاقيه واقف جنبك كده وحاط ايده على كتفك يقول لك ايه الاخبار، بيطمنك هنعمل ايه دلوقتي. كده ده بيحصل طول الوقت. فانا يعني سواء الاستاذ خالد او الاستاذ صبري او الاستاذ عبد العزيز مخيون او الاستاذ ياسر، الاستاذ ياسر بالمناسبه بمناسبه وجوده في اللوكيشن هو كان موجود اوقات كتير يعني مش في المشهد وانا بصور، فكان هو اللي بيجي يتبرع من غير ما يعني من غير ما حتى الموقف يجمعني، هو اللي بيجي يقول لي على فكره شاطر، برافو عليك، انا مبسوط جدا منك. وهو مش بيقول كده عشان يجاملك، هو بيقول كده عشان هو صادق حقيقي جدا. دي ما فيهاش مجاملات، اصل العمل محسوب على كل الممثلين الموجودين فيه، فلازم انت كمان يكون ادائك صادق. طبعا لحد اخر يوم افتكر احنا كنا بنصور اخر يوم قال لي كلام انا من كتر الحرج ما يعني ما قدرتش ارد عليه فعلا يعني. فكلهم ناس يعني ناس كبار، وحقيقه انا كنت محظوظ جدا جدا بالتجربه ككل يعني. عظيم. مين من زمايلك في الوجوه اللي ظهرت مؤخرا؟ افتكر احمد الرفعي اللي معانا في نفس المسلسل، كان معانا في صباح الخير يا مصر من اسبوع. ايوه والله. احمد مش زميلي بقى، احمد ده دفعتي وصديقي وعشره طويله جدا، واحمد من ساعه ما ظهر في الاختيار واحد وانا كان المرشد مش كده؟ كان لا ما كانش المرشد، كان مفتي الجماعه او مفتي لا مش الجماعه، مفتي الفصيل ده اللي كان بيمثله، فصيل جماعه انصار مش عارف بيت المقدس تقريبا، او اذا كنت يعني فاكر الاسم مظبوط. فظهر في الاختيار واحد واثنين، وعنده طبعا موجود معنا كمان في الاختيار ده، فانا فخور بيه جدا طبعا، ومبسوط جدا جدا بالظهور اللي ظهر بيه، وان الناس بدات تشوف الموهبه اللي عنده. واحنا انبسطنا منك ومن وجودك، وما شاء الله متالق اديت الدور على اكمل وجه، رغم انه ما كانش فيه مشاهد كتير تقدر تتعلم منها، لكن اقنعتنا يعني، احنا كمشاهدين كنا مقتنعين. بنتمنى لك طبعا كل التوفيق في اللي جاي. كل الشكر ليك الفنان هاني الطنباري، نورتنا في صباح الخير يا مصر. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. كل سنه وانت طيب. وانت بصحه والسلامه. شكرا. مشاهدينا كده خلصت حلقتنا مع حضراتكم النهارده، كنا معاكم على مدار ساعتين انا وشاذلي ودينا، وبكره حلقه جديده من صباح الخير يا مصر في نفس الميعاد، وربنا دايما يصبحكم بالصحه والسعاده والرضا.